السلام عليكم، كيف نجد الزاوية بين متجهين؟ القاعدة بتقول إنه يو كوساين ثيتا تساوي يو متجه يو دوت في على طول المتجه يو في طول المتجه في. الآن بدنا نروح نطلع، لنفرض إنه هذا اسمه يو هذا اسمه V، بدنا نروح نطلع ثلاث أشياء عشان نطبقهم على القانون. نطلع U dot V يساوي، نضرب سالب 9 في سالب 1 يطلع 9، زائد 0 في سالب 1 0، وهنا الجواب كله 9. بنروح نطلع طول المتجه U يساوي، طول المتجه يو يساوي جذر سالب 9 تربيع زائد 0 تربيع، هذا الحكي يطلع أيضا 9. كذلك طول في، طول المتجه في يساوي جذر سالب 1 تربيع زائد سالب 1 تربيع، هذا كله يطلع جذر 2 يساوي جذر 2. طيب الآن بعد ما طلعنا يو دوت في وطول يو وطول في، نأتي هنا بنقول إنه كوساين ثيتا بتساوي يو دوت في اللي هي 9 على طول يو أيضا 9، طول في طلع جذر 2. نختصر 9 مع 9 بيظل 1 على جذر 2. إيش الزاوية اللي الكوساين إلها 1 على جذر 2؟ ما يحتاج آلة حاسبة، هو 45 درجة. ممكن إنك تروح على الآلة الحاسبة وتقول شيفت كوساين وبتطلعها. السؤال الذي يليه بيقول أي مما يأتي يمثل المتجه R؟ R يساوي T ناقص 2S. T اللي هي سالب 6 و2، هذه T، ناقص 2S، هاي S بدي أضربها باثنين، 4 أضربها باثنين بيصير 8، وسالب 3 أضربها باثنين بيصير سالب 6. هاي اللي أنا طلعتها الآن هي 2S، هاي 2S وهاي T. الآن بنقص سالب 6 ناقص 8 فيها سالب 14، واثنين ناقص ناقص 6 بصير زائد 6، يعني بصير 8. إذن سالب 14 و8. هيك نكون حلينا تدريب على اختبار درس ضرب المتجهات الضرب الداخلي. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.